عاوزينكم تتعلموا
بيتكلمه ازاي تحدده قيمة الانسس بتاع الارض واذا كان في رايت انسس ديفيشن او ليفت انسس ديفيشن. اسبابهم لا تشغل بالكم السنه دي خالص، مش مهم، هتعرفوها وقتها. طيب how to determine the electrical axis of the heart؟ الطريقه الاولى والطريقه اللي بنسميها الطريقه الستاندرد، الطريقه العياريه، الطريقه اللي بتطلع الاكسس بكل دقه، ماجنتيود ودايركشن، هي باستخدام الانسولفنت تريانجل. وانا ذكرنا الصبح ان الانسولفنت تريانجل هو التريانجل اللي بيتكون من ضلعه الثلاثه باي بولر الاثنين، واحد واثنين وثلاثه. ده الانسولفنت تريانجل، وده ليج 1 مش كده؟ وده ليج 2 وده ليج 3. والقلب موجود فين؟ في السنتر. الكهرباء بتاعت القلب سنتر ثم وول ثم بيس بتترسم في اتجاه ليج 1 بطريقه معينه، طلعت عامله كده، اوكي؟ وبتترسم في ليج 2 بصوره مختلفه شويه عشان اتجاه القياس مختلف شويه، فبتطلع عامله كده. كويس؟ وفي ليج 3 بتطلع شكل ثالث عامل كده. متوسط الكيو والار والاس هنا مش ممكن احصل عليه. اشوف الار كم مربع صغير والكيو كم مربع صغير والاس كم مربع صغير واجمعهم جبريا. يعني مثلا نفترض ان الكيو كانت مربع صغير واحد نيجاتيف والار كانت اربع مربعات بوزيتيف والاس كانت مربعين نيجاتيف، يبقى المحصله مربع واحد بوزيتيف وهكذا. وارسم خط في اتجاه ليج 1 يمثل محصله الكيو والار والاس، يعني طوله يتناسب مع مجموع الكيو ار اس مجموع الجبري بتاعه. وكرر نفس الحكايه على ليج 2، اشوف في كيو ولا لا، في ار ولا لا، في اس ولا لا، كل واحده بتحبها ناقص او زائد واجمعهم مع بعض هيطلع لي المتوسط بتاعهم، وارسمه برضه في صوره او اتجاه ليج 2. نتيجه البوزيتيف ولا نتيجه النيجاتيف حسب القيمة اللي طلعت لي، نفترض ان معظم طلع نيجاتيف يبقى الرسم ده هيتسند، ده هيترسم نيجاتيف. السند ده بيبتدي من منتصف الليج، منتصف الضلع ده اللي هو المفروض النقطة الوسطى اللي يبقى البوتنشال عمال يساوي صفر، مش كده؟ يعني القيمة المتوسطة بين النيجاتيف والبوزيتيف هو زيرو، مش كده؟ يبقى كل سند من دول بيبتدي من نص المثلث، من نص الضلع المثلث ده، وبيتجه ناحية البوزيتيف أو النيجاتيف إند according لحاصل مجموع الكيو والار والاس في هذا الليج. يبقى انا هحصل على 3 ارز، كل واحد منهم يمثل ايه؟ يمثل متوسط الكيو والار والاس الذي تم قياسه في اتجاه هذا الليج او هذا الليج او هذا الليج. طب بقى عندي ثلاث اسهم بتمثل محصله الكيو ار اس على ليج 1 و2 و3. انا مهمتي دلوقتي ان انا احصل على قيمه تمثل متوسط الثلاثه دول، بجمعهم بطريقه في الرياضه اسمها فيكتور سمشن، جمع متجهات. الجمع ده بياخد في الاعتبار القيمه والاتجاه. اسهل طريقه للفيكتور سمشن هي الطريقه الهندسيه، ان انا ارسمهم على مثلث كده وبعدين انزل بيربنديكولرز من منتصف المثلث بتتلاقى في نقطه هي السنتر بتاع المثلث ده، لان المثلث متساوي الاضلاع. وبعدين وسط الاعمده كمان من رؤوس الاسهم دي كده 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 وكده برضه تتلاقى في نقطه النقطه دي اتجاه من نقطة A لنقطة B بيمثل متوسط الثلاثة دول، يعني السهم الأحمر اللي اترسم ده بيمثل
الميم اللي ناشئ من جمع لا زائد ب زائد ت، ده اتجاهه ودي قبله، يبقى طول السهم ده تمثل الماجنيتيود بتاع الفيكتور واتجاهه يمثل الدايركشن بتاع الفيكتور. طبعا ده يبقى رحيم الموضوع ما يعتمد ان انا ابص على ايه واحد واثنين وثلاثه واشوف كل واحد منهم اجمع الميم وزائد الار زائد الاف وطلع قيمه وارسم سجني وناظر على الضلعه بتاع الانسوبنس ترانجلز، وبعدين ابتدي اعمل اللعبه الهندسيه اللي احنا عملناها ديت، او احصل على الكاردياك اكسس او المير يو ار اف واقدر احدد قيمته واقدر احدد اتجاهه. طبعا تبدو الطريقه معقده شويه، معقده هي مش صعبه بس فيها خطوات كتير وعاوز جواب طب والقمه دي هي تقاطع عند ثلاث رؤوس بتوع الاسهم
طب هي النقطه دي يمكن تحديدها التقاطع الاثنين منهم. طب الطريقه الثانيه ما بتقولش غير كده، استخدام ليك واحد وثلاثه، ليك واحد اهو مش كده؟ ده اتجاه وليك ثلاثه اهو. طب ايه رايك نعمل عليه نفس اللعبه؟ نشوف ليك 1 نجمع الكيو والار والاس ونعمل سهم على ليك 1 او نشوف ليك ثلاثه ونجمع الكيو والار والاس ونشوف من الكوكيرم ونقسمها على ليك ثلاثه ونقيم اعمده من رؤوس الاسهم. الداله اللي قدامكم دي ما بتفكركوش في حاجه؟ الاكزاكشن ريفرنس سيستم اللي مدفوع عليه السته تبريد الستاندرد والاوجمنتد. عظيم، عملنا كده رحنا واخدين عمود من هنا وعمود من هنا، اتقابلوا في نقطه، يبقى الاكسس هو الخط الاخر صح؟ حتى الطريقه دي عامله نتيجه جاهزه مش كده؟ يعني كده انا اقدر اقول التقريب الاكسس ده في اتجاه كام؟ بين 50 و60 بلس 50 الى بلس 60 في الحته دي صح؟ طيب يبقى الطريقه الثانيه معتمده فقط على ان انا ابص على ليه؟ واحد وثلاثه. طيب ناس بتستخدمها في الكريتيكال براكتس؟ اه في ناس بتستخدمها. بس الحقيقه الطريقه اللي هقولها اللي انا هقولها حالا دي معظم الناس بتستخدمها بقى. تعالوا نشوفها مع بعض. بنقسم الدايره اللي هي الاكزاكتيا ريتمك سيستم الى اربع ارباع عن طريق مين؟ بالعرض في 1 يعني مين هو؟ 180 و0 ده 1. طب والفيرتيكال كده؟ ده ام اف مش كده؟ ام اف هو اللي اتجه عند بلس 90 عظيم. ونبص على ليك 1 و2 ام اف. لو الاثنين طلعوا بوزيتيف لو الاثنين طلعوا بوزيتيف يعني ايه بوزيتيف؟ يعني جماعه في الدي والاس في وطلع بوزيتيف وجماعه في الدي والاس في الاي اف طلع بوزيتيف. هل ده ممكن يتحقق في اي ربع من دول غير الربع ده؟ في الربع ده الاي 1 يطلع بوزيتيف لكن الاي بي اف يطلع نيجاتيف. طب والربع ده العكس، اي بي اف يطلع بوزيتيف لكن اي بي واحد يطلع نيجاتيف. الربع ده هو فقط اللي يتحقق فيه الشرطين ان 1 بوزيتيف والاي بي اف بوزيتيف. يبقى ديس نورمال اكسس، ليه نورمال اكسس؟ لانه بين 0 بلس 90 نورمال. طيب لو كان بقى هقول دي تاني حاضر. لو بصيت على الاي 1 وشفت مجموعة كيو اي اس دي طلع فيها بوزيتيف وبصيت على الاي بي اف وشفت مجموعة كيو اي اس طلع فيها بوزيتيف. طيب يبقى اتجاه الاكسس بتاع الارض هل ممكن يكون في اي حته غير المربع اي ربع المربع ده؟ يبقى كده معناه ان الاكسس ماشي في الناحيه دي في الربع ده يعني زيرو وبلس 90 مش دي خالص قيمه طبيعيه للاكسس اللي هي النورمال اكسس. طب افرضوا بقى ليك واحد طلع نيجاتيف والاي بي اف طلع بوزيتيف يعني ليك واحد نيجاتيف والاي بي اف بوزيتيف يبقى الكلام ده ما يتحققش غير في المرات في الربع ده مش كده؟ ان ليك واحد نيجاتيف اهو والاي بي اف لسه بوزيتيف. طب المربع او الربع ده ده اللي بتاع بلس 90 يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. يبقى لو لقيت ليك 1 نيجاتيف والاي بي اف بوزيتيف ذيس مينز رايت اكسس ديفيشن. طيب تعالوا نشوف كده لو ليك 1 بوزيتيف والاي بي اف هو اللي بقى نيجاتيف الكلام ده يبقى هنا في الربع ده مش كده؟ بس في مشكله في الربع ده انه من 0 ناقص 30 نورمال لكن بعد ناقص 30 هو اللي بيبقى اكسس مش كده؟ يبقى لازم يكون عندي طريقه
1 بس كمان بوست فيلد 2 يبقى هو في الحكايه دي لازم مش كده؟ لان دي الناحيه البوست بتاع فيلد 2 فلو كان هو في الحكايه دي يبقى هو اقرب للناحيه البوست بتاع فيلد 2 يبقى عشان اقول لو ليه 2 بوست مع كون ليك واحد بوزيتيف وليه اي بي اف نيجاتيف يبقى انا لازم اكون في الحته دي من 0 ناقص 30 لو انا بقى ناقص 30 انا تاني ليك 1 بوزيتيف واي بي اف نيجاتيف بس ليك 2 رقم هيبقى نيجاتيف مش كده؟ ليه؟ لو الاسم ماشي كده وبالنسبه ليك 2 رايح ناحيه النيجاتيف ولا رايح ناحيه البوزيتيف؟ رايح ناحيه النيجاتيف يبقى نيجاتيف يبقى انا بص على ليك 2 لو لقيته بوزيتيف يبقى انا في الحته دي لو لقيته نيجاتيف يبقى انا في الحته دي مش كده؟ يعني هعيد تاني الحته الاخرانيه لو لقيت ان ليك 1 بوزيتيف وايه بي اف نيجاتيف انا في الربع ده احدد انا في الربع ده في الحته النورمال ابص على ايه؟ اثنين والله لقيت ايه اثنين هو رقم بوزيتيف ليس نورمال اكسس ده مش بس نورمال اكسس فيقع ما بين صفر ناقص 30 طب ولو لقيت ايه اثنين رقم نيجاتيف يبقى انا تخطيت ناقص 30 ليس ليست اكسس واضح؟ طيب يبقى مثلا نقول ايه؟ في الربع ده ليه اثنين نيجاتيف يبقى ليست اكسس ديفينيشن ليه اثنين بوزيتيف يبقى رايح يبقى نورمال اكسس بتاعته خلاص طيب لو سمحت الجدول ده الجوائز اللي كتبها عندكم وهو جدول بالغ الاهميه للامتحانات والحاجات بعد كده هو الاتجاهات الحتميه هتكرر تاني الاتجاهات الحتميه الويفز بتاعت رسم القلب يعني ايه الاتجاهات الحتميه؟ اذا لو لم تتحقق يبقى رسم القلب ده مش طبيعي ولو تحققت يبقى رسم القلب ده طبيعي. ماذا عن الدي ويف؟ الدي ويف لازم تكون بوزيتيف في الباي بولر 1 و2 ولازم تكون نيجاتيف في الاي بي ار وما بصش عليها في حته ثانيه. هعيد تاني اما اجي ابص على رسم القلب بتاعه ايه؟ عاوز احدد هو الدايركشن بتاع الدي ويف طبيعي ولا لا؟ ابص على مين؟ مين واحد واثنين وايه بي ار؟ لقيت ابص في مين واحد واثنين ونيجاتيف في اي بي ار خلاص الدي ويف دايركشن از نورمال. ابص في ثلاثه لا مش مهم. ابص حد في الشيست ايس كلهم ولا يفرقوا معايا في حاجه. طلع البص طلع النيجاتيف يا حره. الاشتراطات دي اتحققت this is a normal direction of the QA. طب بالنسبه لل QRS ال QRS برضه لازم يبقى بوستد في البايبولر الاتريز نمره واحد واثنين ولازم برضه يبقى نيجاتيف في ال APR ولازم الباتر في ال D1 يبقى سمول R تيك S والباتر في D6 في 6 يبقى العكس بيج ار وسمول اس ولازم يبقى في باي فيزيك في مكان ما عند بي 3 او بي 4 لو تحققت الاشتراطات دي في الكيو ار اس فالكيو ار اس اوف نورمال دايركشن اي واحد من دول ما تحققش يبقى الكيو ار اس دي حاجه غلط مطلوب مني اعرف ايه الغلط ده مش مطلوب يبقى برضه لغايه دلوقتي عشان احدد الكيو ار اس دايركشن طبيعي ولا لا عملت ايه؟ بصيت على واحد واثنين ولقيته بوزيتيف وبصيت على الاي بي ار لقيته نيجاتيف وبصيت على دي واحد لقيته سمول ار دي اس وعلى دي سته لقيت بيج ار سمول اس وفي ثلاثه او اربعه لقيته باي فيزيك يعني ايه باي فيزيك؟ يعني ار قبل اس طب الدي ويف شبه الدي ويف
طبيعي ويستعمل في الطريق دي. طب الجدول الثاني كمان مهم. الجدول الثاني مهم ليه؟ لانه يورينا كل مجموعه ليس من ال 12 اللي احنا ذكرناهم بتبص على القلب من انهي اتجاه؟ ليد 2 و3 و ام اف بيبص على القلب من تحت ويطلق عليهم انفيريور ليدز. بصوا مش ده ليد 2 وده ليد 3 وده ام اف. الثلاثه بيبص على القلب فين؟ من تحت. طيب ليد بي 1 و 2 بيبصوا انفيريور، بي 1 و 2 بيبصوا على القلب من قدام. طب في 3 وفي 4 بيبصوا انترو سيتال، مش هما بيبصوا 3 و 4 كده ليه؟ نفس سيتال. طيب واللاترال بقى اللي بيبصوا في الجنب اللي هم فيه، في 5 وفي 6 وليد 1 وايه بي ال اهو والله. اللاترال ليدز بي 1 بي ال بي 5 بي 6. لازم تحفظوا دول، لازم تعرف ان الانتيريور ليدز هي ليد 2 و3 بي بي ال، والانتيريور ليدز هي بي 1 و2، والانترو سنتر هما بي 3 و4، واللاترال ليدز هما 1 و بي ال وبي 5 وبي 6. الكلام ده مهم لما تكبروا. ليه؟ عشان ممكن يحصل مايكارد انفاركشن، يعني جرحة صدرية اتأثرت في حتة معينة في القلب، يهمنا نعرف هي في حتة، نعرف ازاي؟ نشوف التأثير بتاعها في أنهي ليز من دول. لو التأثير بتاعها واضح في ليز 2 و3 وفي بي ال، يبقى الانفاركشن دي عند الانفيريور سيرفيس بتاع القلب. إنما لو واضح عند ليز 1 وفي بي ال وفي 5 و6 يبقى على اللاترال سيرفيس الليست بتاعت ليز 1، يبقى دول كبير جدا. واضح؟ طيب كده احنا ابتدينا في قصه الاي سي جي، بس دي حاجه كنت عايز تبص عليها. انا كنت اديت في سؤال ده قبل كده والحقيقه وصلت فيه فات وحيد، يعني وصلت لي اجابه وحيده وخدت الامر المشجع للغايه. يخليني اديته كمان سؤال. أنا هعمل اللي عليا عشان ما تقولوش، طب دي فرصة أقول لكم حاجة. الدستور الذي يحكم علاقتي بكم هو ابتغاء مرضاة الله، يعني حضراتكم بصورة ما أصبحتم مسؤولين، تعلمكم المفرج وتعريف كاردي فاكر فيسيولوجي اصبح مسؤوليه، فانا مسؤول قدام ربنا ان انا اعلمكم، ومش عاوز حد يوم القيامه يجي يقول قدام ربنا يا رب دكتور هاني كان المفروض يعلمنا واثر، فانا بحاول بقدر امكاني ان انا ما اثرش. بغض النظر استجابة حضراتكم ايه؟ معلش فانا هقول لكم سؤال تاني النهارده، وكل اسبوع هديكم سؤال جديد بغض النظر هتوصلني اجابات ولا مش هتوصلني. السؤال بتاع النهارده describe the mechanism by which norepinephrine after being released by sympathetic nerve activation increases myocardial hypertrophy يعني contractility and pleiotropy يعني relaxation. يعني بكلام سريع كده كلنا الميكانيزم اللي عن طريق الدور البناني اللي بيطلع في sympathetic nerve fiber بيأثر في الهيبرتروفيك ستيت اوف ذا هارت وفي الريلاكسيشن بتاع القلب. حلو يا جدعان فيه. نسيب بقى ده كله خلاص. رفع علينا يا رفع علينا يا اهلا
نحضر المحاضره ونعود الى المسيره بتاعتها متوقع يأثر على السيستوليك أكثر ولا الدايستوليك؟ الدايستوليك أنا بكرر السيستوليك زاد أوي.
اكيد ان الخطاب مش هيوصل نفس القيمة يعني. هيوصل القيمة اعلى شوية. يبقى الدايستوليك برضو بيزيد. لكن الكمية اقل. يبقى البلس بريشر حصل فين؟ ده طبعا. يعني السيستوليك مثلا بدل 120 بقى 170. والدايستوليك بدل 80 بقى 90. يبقى الفرق دلوقتي من 170 ل 90 بقى 80 مش كده؟ ده عن الطبيعي اللي هو 120 على 80 الفرق كام؟ 40. يبقى فين السيستوليك زاد قوي والدايستوليك معلش انه حاجه بسيطه يبقى الفرق بينهم اتسع اللي هو البلس بريشر. يبقى البلس بريشر بيزيد. يبقى اقدر اقول جمله مفيده كامله. زياده الستروك فوليوم produces more inhibition in systolic than diastolic and the pulse pressure will increase. واضح؟ طيب. طب تأثير الهارت ريت. الهارت ريت يعني ايه؟ يعني سرعة تتابع ضربات القلب. لما الهارت ريت يزيد احنا متفقين ان الأرتيريال بلاد بريشر هيعلى. المعدل اللي فات مش كده؟ في تناسب؟ طيب لكن السؤال دلوقتي هو لما الهارت ريت زاد الدايستول بيقصر مش كده؟ يبقى الوقت اللي متاح لانخفاض الضغط بقى اقل. يبقى انخفاض الضغط هيبقى اقل يعني الدايستول الفاليو اللي هنوصلها هتعلى شويه بدل ما هنعرف نوصل ل 80 لا هنوصل ل 90 بس مش كده؟ من 120 مش هننزل ل 80 مش هنلحق لان الوقت ايه؟ قليل. يبقى لما الهارت ريت يزيد البلد بريشر بيعلى اه مين بيعلى اكتر؟ الدايستوليك فاليو عن السيستوليك. طب ولما الدايستوليك يعلى والسيستوليك مش قوي يبقى الفرق بينهم يهتمش ولا يكبر؟ يهتمش طبعا. يبقى البلس بريشر اهو بيقل. يبقى انا عديت الهارت ريت ارتيريال بلد بريشر انكريز. This affects diastolic pressure more than systolic and therefore the pulse pressure decreases. In diastolic بدل ما هو 80 بقى 100 والسيستوليك بدل ما هو 120 بقى 130 مش كده؟ اللي تحت عالي قوي لكن اللي فوق معلش قوي يبقى الفرق بينهم قل. يبقى الهارت ريت يرفع الضغط اه يأثر في الدايستوليك بريشر اكتر من السيستوليك بريشر وبالتالي البلس بريشر يبقى اقل. طب الريزيستنس نعم لا خلي التعليقات للاخر. طب تاثير الريزيستنس التوتال بريفرال ريزيستنس انا قلت لكم ريزيستنس مهمه في تحديد ايه؟ الدايستوليا. يبقى لو زادت الريزيستنس الارتيريال بلس بريشر هيزيد طبعا بس الزياده في مين اكتر؟ السيستوليك ولا الدايستوليك؟ الدايستوليك بتقول معتمد اكتر على طبعا السيستوليك بيزيد بالعكس طبعا لما تبقى السكه مسدوده اثناء الايجكشن المقاومه عاليه فلازم السيستوليك هيزيد طبعا هيزيد بس التاثير هيكون اقصى وضوحا على الدايستول. يبقى السيستوليك بيزيد والدايستوليك بيزيد اكتر يبقى البلس بريشر بالتاثير مشابه لتاثير الهارت ريت. جت الهارت ريت يعني الهارت ريت زيادته والتوتال بريفرال ريزيستنس زيادتها تعالي الضغط متأثر في الدايستوليك بريشر أكتر من السيستوليك بريشر وبالتالي البلس بريشر يقل. طب ما تأثير الكومبلاينس أو الإلاستيستي بتاعت الأرتريز؟ لو الإلاستيستي قليلة لو الكومبلاينس قليل السيستوليك بقى يحصل فيها إيه؟ هتزيد طبعا إيجكشن بلاد في الأرتري مش عارف الضغط يتمدد يقوم الضغط هو هيزيد يبقى السيستوليك هيعلى قوي. طب ده طبعا السيستوليك اخباره ايه؟ هيقطع قوي ليه؟ الاورطة مش عارف يعمل ريكويل مش كده؟ يبقى السيستوليك عالي قوي والدايستوليك واطي قوي يوم البلس بريشر يزيد جدا السيستوليك عالي تاب السيستوليك زاد لقيته الارض مش عارف يتمدد دخلوا ستروك فوليوم وهو مش عارف يوسعه. ايوه الضغط في السيستول يعلى قوي بدل ما هو 120 يبقى 160. طب واثناء الدايستول المفروض
الدايستوليك بريشر يقل بدل ما هو 80 يبقى 60. يبقى دلوقتي السيستوليك بقى 150 والدايستوليك بقى 60. السيستوليك زاد والدايستوليك 1000، يبقى البلس بريشر 20. واضح؟ يبقى زياده او نقص الكومبلاينس او الارض يبقى ستيف يعني ناشف يخلي السيستوليك فاليو تعلى والدايستوليك فاليو يقل والبلس بريشر يتسع. فاضل فاكتور ما اتكلمناش عليه، السنترال فينس بريشر. وواضح ان الفاكتور ده كده يعني لو هو زاد الاركيرو بلد بريشر بيزيد. في تناسب كاردي بينهم، دايركت ريليشن شيب بتوين سنترال فينس بريشر اند مين اركيرو بلد بريشر. كل السنترال فينس بريشر اللي في المين اركيرو بلد بريشر يزيد. ليه؟ مش هقدر اقول لكم دلوقتي الا لما ناخد السنترال فينس بريشر ونعرف هو ايه وايه اللي بيعبر عنه، وقتها هرجع لكم واشرح لكم هو ليه زياده السنترال فينس بريشر لا يتبعها زياده في المين ارتيريال بلاد بريشر. طيب وات ار، خدوا بالكم من كلمه هتقولوا دلوقتي ده ويمكن اضطر نكمله بكره من هو كلام. اولا هبقى قدامه خفيف جدا ومشوق جدا وبيجاوب عن اسئله كثيره جدا بتدور في اذهانكم فيما يتعلق بموضوع الاركيرا بلاد بريشر اللي هو اول المهام الطبيه اللي بتتعلموا تعملوه. انتوا بالفعل دلوقتي اتعلمتوا تعملوا قياس للاركيرا بلاد بريشر. اسمها الاركيرا بلاد بريشر. طب الاركيرا بلاد بريشر ده نورمال ولا مش نورمال؟ احنا عرفنا ايه الدور النورمال بتاعها. سيستوليك ما بين 90 و 140 ودايستوليك بين 60 و 90 وبلس بريشر بين 30 و 50 ملي متر على العين وعلى الراس. طب لو بره كده هل ده لازم يبقى المريض عنده هايبر تنشن او هايبر تنشن؟ دي فيسيولوجيكال فاريشن، عوامل فيسيولوجيه لا تمثل امراض ولكنها تؤدي الى تغير في الارتيريال بلد بريشر تحت ظروف فيسيولوجيه خاصه. زي اول فاكتور هو الايدج. هل ضغط دم الانسان يختلف باختلاف سنه؟ الاجابه اه. ازاي يعني؟ لو جبنا انفنت يعني طفل رضيع واسنان ضغطه يطلع تقريبا في حدود 80 على 40. طبعا القيمه دي لو قسناها في واحد كبير يبقى بيموت. تمام؟ تمام. طب لما الطفل ده بيكبر بيبقى شايل عنده مثلا 7 8 سنين. الضغط الطبيعي بتاعه 100 على 65. ابتدى يعلى شويه. طب لما انا اقدر يبقى 120 على 80 تقريبا. طب ده اقدر تعبوه شويه 120 على 80. طب تعبوه بجد يعني؟ هو الاقر ليميت في المسموح بيه 140 على 90 لان ده السيستوليك اخره 140 والدايستوليك اخره 90. اعلى من كده ايا كان سن المريض هو هايبر تنشن. محدش يقول لي يا راجل ده كنت عنده 70 سنه يعني يعني فوته شويه يعني لما ضغطه 150 على 95 يعني احنا ماشيين نورمال يعني عبوس. لا مش نورمال. بس السؤال او الجمله اللي لازم اقولها حالا مش هنختلف هو ابنورمال ولا نورمال، هو ابنورمال. بس السؤال اعاج ولا ما عندوش؟ ده الاخبار دي بتعترف عادي دلوقتي. في كثير من الاحوال ما بيعالجوش ما بيدوش الوقت. ليه؟ برجو. لا برجو. طيب ده تاثير الايدج. طبعا ده اكيد كالعاده هيطلع حد من الاذن يقول لي ما هو ايه دي ريت مشروع جدا يعني. يعني ايه العيال الصغيره في الطهواتي وناس كبيره في الطهر
يمسك انسان على الارتيريال بلاد بريشر، يعني ده تعبير اوضح، هو ضغط الدم يفرق بين الراجل والست. لا بلاش يقارن بطريقه قوي يعني. الموضوع ايه يا عم؟ ما تعرفوا كتاب هرمون الشينج الهرمون كده يعني لبسات خانة يعني
يعني النقطة طبعا الناس الكريشن يبقى في نقص في الهرمونات لا تأثير هرمونات على الغاية الجسم تأثير بطيء ومثبت الهرمونات كده بتشتغل بسرعة قوي يس طبيعي ان الست بعد سن المنبوذ ضغطها يعني بس مش معنى كده ان الست بعد المنبوذ لازم تبقى عندها هايبرتنشن اه ما عنديش يفهم كده كل الحكاية مقارنة بالراجل من نفس سنها بقى تقريبا ضغطهم سبعة بس لما تيجي اتفرج عليها تعريف الهايبرتنشن لو تجاوزت 140 على 90 عندها هايبرتنشن ماشي؟ ريس الريس اللي هو ايه؟ اللي الكبسة او السلالة يعني لقينا احصائية على المستوى العالي في بعض السلالات بعض الناس ضغطهم اعلى من الاخرين والحقيقة هو في تفسيرات كثيرة جدا لهذا هايبرتنشن 26% يعني ربع المصريين كلهم عندهم هايبرتنشن